للمزيد من النقاش والمتابعة انضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية. دكتور أيمن أرحب بحضرتك معنا في هذه التغطية الإخبارية، بداية طبعا بعد التحية مع استمرار هذه الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر على عديد من دول العالم حتى الدول المتقدمة، ومع بالرغم من تقاضي الجانب الروسي وروسيا كلفة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لكن مما لا شك فيه أن العديد من الدول تعاني حتى الجانب الروسي. برأي حضرتك ما هو المخرج من هذه الأزمة أو السيناريو المتوقع في الأيام القادمة؟ والله هو لازم نفهم أنه روسيا وأوكرانيا على الرغم من أنه نصيبهم في التجارة العالمية نصيب مش كبير وحجمهم في الاقتصاد العالمي حجم مش كبير، ولكن هم بيحركوا جزء مهم من الاقتصاد العالمي نتيجة أن هم بيصدروا المواد الأولية. روسيا وأوكرانيا الاثنين من أهم مصدري الحبوب في العالم، يعني قبل الأزمة مصر كانت بتستورد تقريبا ربع استيرادها من القمح من روسيا وحوالي الربع ايضا من اوكرانيا. احنا عارفين ان مصر سنويا بتستهلك حوالي 21 مليون طن قمح، بتستورد حوالي 12 مليون طن وبتنتج حوالي 9 مليون. فروس دكتور ايمن هل تسمعني؟ طيب من الواضح أننا فقدنا الاتصال بدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، سنعود الاتصال بحضرتك مرة أخرى دكتور. أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدل الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الثاني على التوالي نتيجة لتباطؤ تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا. أظهرت بيانات مكتب التعداد الأمريكي بأن متوسط دخل الأسرة الأمريكية ارتفع خلال العام الماضي وذلك بنسبة طفيفة إلى 70.8 ألف دولار، في حين ارتفع معدل الفقر إلى 11.6% مقابل 11.4% خلال عام 2020. مرة أخرى ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية. دكتور أيمن أرحب بك مجددا، كنا نتحدث عن السيناريو المتوقع من رأي حضرتك أو المخرج من هذه الأزمة في ظل كل هذه الظروف التي تعاني منها العديد من دول العالم للخروج من هذه الأزمة الأشد وهي أزمة الطاقة، تفضل. نعم، هو احنا قلنا انه روسيا واوكرانيا من اهم مصدري المواد الاوليه بالنسبه للحبوب. روسيا واوكرانيا كانوا بيمونوا مصر بحوالي نص احتياجاتها الاستيراديه. احنا قلنا ان مصر بتستورد في السنه 12 مليون طن قمح وبتنتج حوالي 9 مليون طن. نعم. بالنسبه للطاقه، روسيا بالذات من اهم مصدري الطاقه في العالم، بالذات لاوروبا والالمانيا تحديدا اللي هي اكبر اقتصاد صناعي في اوروبا وهي الأكثر تأثرا بسبب هذه الأزمة دكتور أيمن. نعم نعم، ده من خلال خطوط إمداد أو نقل الغاز الطبيعي زي خطوط نورد ستريم 1 و2 وأيضا البترول. فمثلا عندنا البترول ارتفع عالميا، خام برنت اللي هو يمكن البنش مارك بتاع البترول في العالم ارتفع من حوالي 63 دولار للبرميل في مايو 2021 الى حاليا بيتراوح زائد او ناقص 100 دولار للبرميل. الغاز الطبيعي مثلا ارتفع من حوالي 2.6 دولار للمليون وحده حراريه بريطانيه الى حوالي 8.4 دولار للمليون وحده حراريه بريطانيه. نعم. ده كله ادى الى موجه تضخم وغلاء عالمي. مش بس كده، هي اولا موجه تضخم، ثانيا بقى فيه عدم اتاحه للسلع الاساسيه. يعني طبعا مش عايزين نذكر اسماء، ولكن هناك دول في العالم النهارده ما ينفعش المواطن فيها يشتري اكثر من زجاجه زيت واحده ولازم يكون سنه اكثر من 18 سنه. مثلا الولايات المتحده في يونيو 2022 التضخم فيها وصل الى 9.1% وده معدل لم تصل اليه الولايات المتحده في 40 سنه من سنه 82. عند حضرتك مثلا الجالون البنزين ارتفع وصل ل 5 دولار للجالون الواحد، وده سعر برضه غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحده. طبعا لما نيجي نبص حوالينا في الدول اللي حوالينا علشان نقدر نشوف هل
يعني بشكل علمي وعن طريق مقارنة بالدول اللي هي لها نفس تقريبا يعني الظروف اللي عندنا أو شبيهة بالظروف اللي عندنا، هل السياسة المصرية الاقتصادية كانت رشيدة في يعني التعامل مع الأزمة؟ لا، مثلا تركيا وصل معدل التضخم فيها لمعدل قياسي يمكن زاد عن حوالي 80% مؤخرا، وده لأكثر من سبب طبعا الارتفاع الأسعار العالمية من ناحية، ومن ناحية أخرى إنه يعني البنك المركزي التركي خفض الليرة التركية، ومع الخفض طبعا خفض أيضا أسعار الفايدة. طب دكتور عفوا عن المقاطعة في هذه النقطة بالتحديد، يمكن حتى لو قارنا مصر ليس فقط بدول مماثلة في اقتصادها مثل تركيا، لكن حتى بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وحتى الدول الأوروبية، نجد أن مصر أدارت هذه الأزمة بشكل ناجح جدا وبشكل يعني أشاد به حتى منظمة الأمم المتحدة أنها أدارت هذه الأزمة بنجاح وبشكل قوي جدا. منذ عامين تقريبا يمكن عانى العالم من أزمة كورونا، والآن بالأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على العديد من دول العالم، خلينا نتحدث عن دور مصر، على ماذا كان الرهان للخروج من هذه الأزمة وماذا يتوفر فيها في الدولة المصرية؟ هل يكون على وعي المواطن المصري الذي دائما يراهن عليه السيد الرئيس في حديثه في كل المؤتمرات، أم يكون على قوة الاقتصاد، أم حتى على النظرة الثاقبة من قبل الدولة؟ والله هو على الثلاث محاور، وهضيف لهم محور رابع هو اهتمام الدولة بزيادة الدخل وزيادة الإنتاج. أولا الوعي ده قائم على وعي المواطن المصري بالمعطيات الإقليمية، المعطيات الدولية، وبأهداف وطموحات الدولة المصرية. وأيضا وده مهم جدا، إن المواطن النهاردة أصبح شايف حاجات بتتم على أرض الواقع، بقى شايف مشروعات، بقى شايف، هو يقدر يشوف المستقبل بيتبني قدام عينيه، فهو يعلم جيدا إن المعاناة بتاعته ما هيش معاناة يعني قصاد شعارات، ولكن هي معاناة قصاد حاجات بتتم على أرض الواقع وبتكون مستقبل له ولأولاده. ده أولا. ثانيا بالنسبة لسياسة الدولة، هي لها محورين. المحور الأول هو محاولة رفع يعني معاناة عن كاهل المواطن العادي، ده بقى من خلال البرامج المختلفة، سواء كان برامج الدعم النقدي مثلا من خلال مشروع تكافل وكرامة اللي هو بقى عنده 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بتاعت 2023، أو حتى الدعم السلعي اللي هو يعني مخصص فوق حوالي 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من ضمنهم حوالي 49 مليون لدعم رغيف الخبز. يعني مصر هي الدولة الوحيدة تقريبا في العالم اللي بتنزل كل سنة 90 مليار رغيف مدعم، ده مش موجود في أي مكان في العالم الحقيقة. صحيح. دعم الوقود اللي هو طبعا مع زيادة أسعار الوقود العالمية وصل إلى 28 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وهنا بقى لازم نذكر دور وأهمية الاكتشافات البترولية والغازية اللي حصلت في البحر المتوسط، الاكتشافات الجديدة وحقل ظهر. صحيح. نعم، وحقول غرب الإسكندرية، لأن هي خلت أنه أصبح الميزان البترولي المصري متعادل، التصدير تقريبا قد الاستيراد أو أكتر منه بحاجة بسيطة، فيبقى كده الاستنزاف اللي كان بيحصل للموارد الدولارية في الاستيراد خلاص بطل، لأنه بعوضه بتصدير. ده من جانب رفع المعاناة عن كاهل المواطن. عندي جانب آخر مهم جدا لازم ننتبه له، وهو محاولة الدولة لزيادة الإنتاج وزيادة الدخل. السيد الرئيس حط لنا هدف مهم جدا، وهو هدف يبان طموح قدام ناس كتير، اللي هو انه التصدير المصري لازم يبلغ في السنوات القادمه حد ال 100 مليار دولار من 31 مليار دولار في 2021. 31 مليار دولار ده كان يعني معدل لم تبلغه مصر قبل كده، ده معدل قياسي، ولكن برضه ده لا يستجيب ابدا للطموحات المصريه في المرحله القادمه. فكره اخراج الشعب المصري وبالذات الطبقات الكادحه من دائره العوز اللي بيسميها السيد الرئيس. عشان كده زي ما بقول لسيادتك بنحاول نوصل ل 100 مليار دولار. ال 100 مليار دولار دول هنوصل لهم عن طريق كذا حاجه، اولا عن طريق الاستفاده القصوى من مشاريع البنيه التحتيه اللي مصر عملتها في الثمان سنين الماضيه اللي كلفت تقريبا 8 تريليون جنيه. طبعا الرقم ده بيخوف ناس كتير، ولكن
هذا الرقم لازم نفهم انه ما كانش كله طبعا من الموازنه العامه للدوله، كان في جزء كبير استثمارات قطاع خاص واستثمارات اجنبيه وقطاع عائلي. يعني على سبيل المثال العاصمه الاداريه الجديده اول مرحله فيها لوحدها تكلفت 800 مليار جنيه، دي الدوله ما تحملتهاش، دي كانت كلها من حصيله بيع الاراضي وحصيله بيع العمارات يعني المنشات. وبرضه يعني الشيء بالشيء يذكر، علشان كده ده احد اسباب ان الدوله بتيجي في المدن الجديده العاصمه الاداريه وتبني مواقع رئاسيه وتبني يعني مساجد وتبني منشات، الحاجات دي كلها بتزود ثمن الارض وتزود يعني قيمه المنشات الخاصه، فتقدر تبيعها باثمان معقوله علشان تصرف على عمليات التوسع. وكل هذه الامور يمكن تحت اطار انه يعني هناك نظره ثاقبه واستباقيه من قبل الدوله المصريه، رايناها حتى في ازمه كورونا ان مصر كانت من اوائل الدول التي استطاعت بشكل كبير دكتور ايمن الحفاظ على حياه المواطن المصري، وبالتالي ايضا حتى الحفاظ على معدلات نمو ايجابيه بشكل كبير. خليني اسال حضرتك هنا عن المنظومه التي تبعتها الدوله المصريه في ادارتها للازمات، سواء الازمه الروسيه او حتى ازمه كورونا التي جعلتها تواجه كل هذه التحديات التي يعاني العديد من دول العالم منها. والله هو دايما الانسان لازم يحضر نفسه حتى على المستوى الشخصي للأسوأ او للمشاكل، وفي نفس الوقت يحاول ان هو يكون مستعد ل يعني انتهاز الفرص من اجل النجاح. فالاصلاح المسيرة الاصلاح الاقتصادي اللي بداتها مصر في 2013 2014 مكنت مصر الحقيقه من ان هي اولا تقدر تصرف على برامج الدعم الاجتماعي اللي هي تقليل يعني المعاناه عن كاهل المواطن، ده نمره واحد. نمره اثنين تقدر تبدا في عمليات التوسع وفي عمليات توسع البنيه الانتاجيه طبعا. يعني لو بنتكلم على الاصلاح الاقتصادي او الاصلاح المالي تحديدا، فعجز الموازنه مثلا قل من حوالي 13.5% في 2013 الى حاليا حوالي 6.5% من الناتج المحلي مع، وده مهم جدا بقى، ان بقى عندنا فائض اولي. فائض اولي يعني الايراد ناقص النفقات بدون النظر الى الفوائد، ده رقم موجب. يعني انا بقدر ان انا ايراداتي تغطي نفقاتي. العنصر الاول في ده كان يمكن برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تبنته مصر في شهر يونيو من عام 2016 كان من اهم الامور التي ساعدت مصر بشكل كبير على تخطي هذه الازمات التي يعاني منها طبعا العالم في هذا الوقت. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن غنيم استاذ الاقتصاد في الجامعه الامريكيه، شكرا جزيلا لحضرتك.